السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله. جميل، أنا موجود مع أخ عبد الله من السعودية العربية. جيت قبل فترة، قبل 8 10 أيام، كان زوجتي في مشكلة من الركب، والحمد لله خلصنا أمور كامل. جلسنا هنا، رحت عند دكتور أشفاق، والحمد لله أمور طيبة. خلي اسمه أحسن من أخ ايه عبد طبعا الله، ايه كيف يعني انا جيت هنا. خبرة تعمل نعم وكيف أعرف نعم عابد الله يعني. يعطيك عافية الاخ عابد، هذا فزعنا فزعة كبيرة وسهل امورنا في بنغالور، وهذه اول مرة انا اجي المنطقة هذه، وبس سمعت عن الاخ عابد عن طريق ابو لما، والحمد لله جينا وعندي انا مشكلة في المسالك وسوى لي التحاليل واخذت علاج الحمد لله، وعندي المدام بعد عندها مشكلة انزلاق في الغضروف في الظهر، وعندها ألم في الرقبة، والحمد لله راح الدكتور أشفاق. أحمد أشفاق، وأنا الحمد لله يعني خلينا العلاج اللازم والتمارين والثيرابي اللي هي بالعربي الثيرابي اللي علاج طبيعي العلاج يعني. الطبيعي، أي نعم. والعلاج الطبيعي نعم. والحمد لله اكتمل الموضوع العلاج، وحنستمر عليه مدة شهرين، ما أنا حستمر إلى 6 شهور، إن شاء الله. وحتى الدكتور يعني سمعت عارف إن الأخ عابد واتصل قال لي هذا الإيميل حقي وهذا تلفوني، أرسل لي عن حالتك كل فترة. يعني علاقات وتعامل ايه كيف؟ والتعامل ممتاز والله يعطيك العافية، انت والدكاترة اللي قابلناهم. الحقيقة انا تفاجأت في الهند بأخلاق حتى المواطنين اللي في الشارع ما شاء الله، يعني ما لقينا منهم اي مشكلة، الحمد لله. ولا بل بالعكس، بس يعني متعاملين مع الضيوف باخلاق طيبة، والحمد لله على كل حال. كيف سواقين؟ كيف سكن والسكن وترطيبات وكل السكن حاجة؟ السكن زي ما شايفين، شقة 3 غرف3 غرف نوم وصالة، والحمد لله زي البيت يعني. وسعر نعم كني في البيت، وسعر مناسب يعني الحمد لله. سعر طيب، أكيد. ما حتى ما تلقاه في برا أي مناطق ثانية بنفس السعر هنا، الحمد لله طيب وإن شاء الله. والسواقين الحمد لله عندي معي واحد أو اثنين ما شاء الله معانا طول الوقت، ويتكلمون عربي وفيهم من يتكلم انجليزي، وماشي ولا الحمد لله الحمد كل لله، الامور زينه والله. يا أمور طيبة، كل خبرة اللهم يعني إن شاء الله. الحمد لله أي خبرتك. إن 5 نجوم إن شاء الله. اي والله ان شاء الله الله إن شاء يعطيك الله، الله العافيه، يبارك فيك. وانت ما شاء الله يعني حقيقه جزاك الله خير وبيض الله وجهك، وعلى استقبالك وعلى تعاملك، ويعني حتى انا يعني ما اشوف يعني ما دفعت حاجه زايده، على حتى مع الدكتور طلب منا مبلغ ما ادري كم، نزلنا حوالي 30,000 او 40,000 الحمد لله. لازم من الاخ لازم من الله ثم من الاخ عابد الحمد بيض الله لله. وجهه، والحمد لله والله يعطيك العافيه ان شاء الله، وان شاء الله تجينا في إن الرياض شاء الله. أبشر ونشوفك، أبشر تذكر لك اخ أبشر في السعوديه في إن شاء الرياض، الله. الله حتى يبارك اني فيك. حتى سكني قريب من المطار، اي ما شاء وقت الله ما تلفون شاء الله. عندك تلفوني، إن شاء الله. والاخ فيصل برضه لا أكيد تنسى، ما أحتاج. والسواق برضه انا بقول له والله إيه سراج هذا ما شاء الله، واخوه ناصر ما إيه شاء الله يعني اخلاقهم طيبه، الحمد لله. واذا بيجون السعوديه اي إن شاء الله. يعتبروني اخ لهم هناك الله ان شاء يكرم الله. فيهم. الله يبارك فيك. الله يعطيك شكرا. العافيه ان الله شاء الله، يبارك فيك. الله الله يسلمك. يشفيك.